مرحبا، انا كوتش لينا من جوردن كيك بوكسينج اكاديمي ومعاي كوتش ليندا. وبهذا الفيديو راح افرجيك كومبو كتير بسيط لكن بيساعدك انك تطور حركة الرجلين. هلا انت اذا حاب تكون لاعب كيك بوكسينج مميز، ما بكفي انه انت يكون عندك المقدرة انك تطلع للامام وترجع للخلف في الحركات، لازم برضو يكون عندك القدرة انك تقدر تتحرك شمال وتتحرك يمين. الكومبو بكل بساطة هو عبارة عن كروس يمين وهوك شمال وغطس، أو بالعكس هوك شمال كروس يمين وغطس، لكن بدنا نضيف له حركة بسيطة بالرجل. لما نلعب الكروس هوك، اللحظة اللي بدها تغطس فيها رح تطلع بإجرها الشمال خطوة للشمال، بعدين رح تلعب هوك كروس تغطس وتطلع بإجرها اليمين لليمين. هلا عشان تتأكد انه حركة اجريك صحيحة وانك فعلا عم تاخد خطوة للشمال عم تاخد خطوة لليمين، بدنا نحط علامة على الارض عشان نتأكد انه عم نعمل الحركة بشكل صحيح. هلا زي ما انتم شايفين في عنا علامتين على الارض، في العلامة اللي هي تحت رجلها اليمين راح تكون محل ما هي كانت واقفة بوضعية القتال الاساسية تبعتها، بخليها تحت رجلها اليمين، بخليها تدعس عليها، وبحط واحدة تانية اللي هي مدى، يعني بطلب منها توقف بالفايتنج ستانس وتاخذ خطوه على الجهه الشمال، المكان اللي بتدعس فيه برجلها على الجهه الشمال بحط تحته النقطه او العلامه. فهي هذا هو المدى اللي بدها تتحرك فيه، راح تروح شمال تدعس على العلامه البيضه اللي هون وترجع على اليمين تدعس على المنطقه هذيك، هذا هو المكان اللي بدها تتحرك فيه. فهلا هي وهي بتعمل الكومبو بدها تحاول انه ضلها ملتزمه بهدول العلامات على الارض، هيك انت بتتاكد انك عم تعمل الموفمنت صح، لانه في كثير ناس بس يلعبوا واحد اثنين بينزلوا بس ما بياخذوا الخطوه، بفكروا حالهم اخذوا الخطوه لكن ما بيكونوا فعليا اخذوا الخطوه، فهيك الموضوع هذا بيجبرك انه انت تتحرك. نرجع نعيد. طبعا لو ما دعست 100% على نفس العلامة مو مشكلة، المهم تكون انت اقرب ما يكون لإلها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، اذا عجبكم اعملونا لايك وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، ونشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.